ضائعون نحن بين جار وعدو، مجبرون على عدو جاء برائحة الدم والقتل. نحن الشهداء وبلادنا ساحة المعركة، يقول العراقيون. في كل نار ينفخ الطامعون في العراق يطفئها المطالبون بقيادة وطنية، حلول وطنية، بعد أن غابت المواطنة وبقي الوطن. في عام 2016 كان العراق على موعد مع مشروع وطني يقوده الشيخ جمال الضاري، مشروع لطالما قرأ حالة المعادلة العراقية وحلها. الشعب العراقي واعي جدا، والشعب العراقي مغيب في حقيقته عن كل هذا الذي يجري، يطالب بالخدمات، لا توجد خدمات، يطالب بإصلاح حقيقي لمفهوم حتى العملية السياسية والانتخابات، اللغط الذي حصل. احنا كل الانتخابات تأتي لعلاج مشاكل وحل أزمات، والحكومات المحترمة في كل العالم عندما تواجه أزمة تدعو إلى استفتاء لمعرفة مدى ثقة الشعب بهذه الحكومة أو برئيس الوزراء أو إلى آخره. على لسان العراقي اليوم عناوين بالخط الأحمر، خط الدم أو التهجير أو الإرهاب، محاصصة وغياب رؤية مستقبلية. لكن الشيخ جمال الضاري كان مدركا لحتمية ما سيصل إليه العراق اليوم، وقد وصل بالفعل. فيبعث الشيخ رسائل مختصرة، خير الكلام ما قل ودل، لكنه كلام أمس ما يحتاج إليه العراق كحل لأزمة طال أمدها. مشروع وطني يعيد الهوية العراقية والعقد الاجتماعي الذي كانت عليه بغداد قيمة فارقة بين العواصم العربية والعالمية. القراءة التي يضعها الشيخ جمال الضاري على طاولة العراقيين تشمل رؤية مستقبل العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003. هناك رجال أعمال يريدون أن يستفيدون من الوضع السياسي، وهذا الذي حصل طيلة 13 عاما في العراق. مفاتيح عديدة جميعها تفتح قفل المشهد العراقي المتأزم، مفاتيح يحملها الشيخ جمال الضاري في قاموس المشروع الوطني الذي يريد للعراق قيادة وسيادة وازدهارا واستتبابا للأمن والأمانة.